ناس بتقول يا رب، كلنا بنقول يا رب من ساعه ما وصلنا للفاينل. ويعني فايز كان بيرقص جنبي وانا برقص هنا في الاستوديو، وان شاء الله يا فايز هنرقص سوا هنا في الاستوديو بكره باذن الله. بس انا عايزه اقول حاجه قبل ما نتكلم انا وفايز، نجم سي بي سي ونجم النهار اللي موجود في الجابون، انه عايزه اقول حاجه يا جماعه، احنا وصلنا للفاينل اللي ما كناش متخيلين ان احنا هنوصله بعد 3 دورات ما كناش بنوصل لها. خلاص احنا كسبانين في جميع الاحوال، طبعا احنا نفسنا ان احنا نكسب، طبعا نفسنا نرجع بالكاس، طبعا نفسنا نرجع بالابطال، لكن هم برضو ابطال. ده فريق انا سميته فريق الصمود والتصدي، ده فريق الصمود والتصدي، دي فرقه عظيمه جدا قدرت انها تقف وتتصدى لوحوش، وحوش. احنا كنا بنتفرج على بوركينا فاسو وحوش، في كل ماتش كان فيه صمود وتصدي. يعني عايزه اقول ان احنا في جميع الاحوال مادام وصلنا للفاينل اول ولا تاني احنا كسبانين، احنا فزنا، احنا كسبنا بان الروح رجعت، احنا كسبنا ان الفريق رجع، احنا كسبنا ان الثقه رجعت، احنا كسبنا ان الفرحه رجعت. وطبعا لازم قبل ما اروح لفايز برضو اقول انه الغنوة الحلوة اللي سمعناها دي، يعني اللي فيها العسيلي وزاب ثروت وشيبة وكلمات محمود العسيلي ويمنى العسيلي وتوزيع صديقي علي فتح الله اللي وزع لي الاغاني بتاعت ابلة فهيتة. بشكرك يا علي، وانا ما شكرتكش قبل كده لكن بشكرك، اجمل موزع الحقيقه علي فتح الله. ونرجع بقى نشوف صديقنا فايز عامل ايه في الجابون، ايه الاخبار يا فايز؟ ليك يا مدام لميس وكل مشاهدين ومتابعين قناه السي بي سي وهنا العاصمه، واخر يوم، اخر يوم قبل المباراه بكره، الاعصاب كلها مشدوده، ربنا يكون في عون اللعيبه. اللعيبه لسه مخلصه الميران بالظبط من نص ساعه، مشهد كان جديد علينا في الميران الاخير، اتجمعوا قبل بدايه الميران لمده 10 دقائق، دايره كبيره جدا. انا حسيت مستر هيكتور كوبر كمان بيقرا معاهم الفاتحه قبل بدايه الميران، وحتى بعد نهايه الميران كمان اللعيبه اتجمعت بيشدوا من ازر بعض، بيحمسوا بعض، وده كان يعني منظر اول مره بنشوفه. حاله تركيز شديده جدا جدا، مفيش اي معالم على وشوش اللعيبه، تبصي في وشوشهم مدام لميس تحسهم ان هم مركزين 100%، عايزين يرجعوا ويفرحوا شعب مصر. في فيديوهات وصلت لهم وهم بيتفرجوا على سيمي فاينل وضربات الجزاء وعصام الحضري ازاي بيصد الركله الاخيره، جات لهم فيديوهات من كل الوطن العربي مدام لميس وانا بكلم حضرتك دلوقتي، يعني انا جسمي ما اشعر من الفيديوهات اللي احنا شفناها من السودان، من غزه، من سوريا، من الاردن، كل ده وصل للعيبه لحظه عصام الحضري لما صد ضربه الجزاء، والجمهور كله بيقول تحيا مصر وقاعد بيشجع بيقول مصر مصر، يعني كل الالسنه العربيه قالت تحيا مصر في نفس الوقت في نفس اللحظه، وده بيبين قد ايه كره القدم بتجمعنا مهما كانت خلافاتنا السياسيه او مهما كان الخلافات بيننا. وشفنا برضو منظر في السيمي فاينل امام بوركينا فاسو، كانت الاعلام الجزائر، تونس، المغرب، مصر، كلها الاعلام كلها متجمعه، فده اللي نجحت فيه كره القدم واللي نجح فيه منتخب مصر. عايز اقول لحضرتك ان النهارده الصبح اليوم كان مزدحم بعض الشيء، ابتدى بالمؤتمر الفني اللي بيسبق اي مباراه، وطبعا حضروا عدد كبير جدا من الاتحاد الافريقي لكره القدم وممثلين من وزاره الداخليه وايضا وزاره الصحه هنا علشان يحطوا النقاط الاخيره قبل مباراه الغد. اهم النقاط ان منتخب مصر ان شاء الله بكره هيلعب بالزي الرسمي، التيشيرت الحمراء، الشورت الابيض، والشراب الاسود، وعلى الجانب الاخر منتخب الكاميرون اللبس التقليدي بتاعه، التيشيرت الخضراء والشورت الاحمر والشراب الاخضر. عصام الحضري هيلبس الزي الازرق، الحكام هيلبسوا الزي الاصفر، كل دي لازم حاجات يتم الاتفاق عليها. تم التنبيه على المنتخبين ان هم يكونوا قبل المباراه مش بساعتين كالمعتاد ولكن ب3 ساعات نظرا لأهم وحضور رئيس جمهورية الجابون بالإضافة لسفراء البلاد المختلفة والشخصيات العامة اللي هتحضر هذا النهائي. النهاردة أيضا وصل إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة لحضور مباراة الغد. دي كانت كواليس المؤتمر الفني النهاردة. فايز أخبار التشكيل إيه في ظل الغيابات الكتيرة اللي موجودة وإصابات كتيرة؟ أولا طمنا على الإصابات وأخبار التشكيل إيه؟
مدام لميس، زي ما قلت لحضرتك التمرينه تقريبا من حوالي 40 دقيقه انتهت بالفعل، كل اللعيبه شاركت، عشان انا لسه سامع دلوقتي شويه اخبار ان كوكا انسحب من التدريب. لا، كوكا كمل المران طبيعي جدا، كل اللعيبه شاركت طبعا ما عدا مران محسن، واللي كان بيؤذر الفريق من الخارج انني شارك، محمد عبد الشافي شارك، كوكا شارك، ولكن بنسبه كبيره جدا محمد عبد الشافي وكوكا مش هيلحقوا بالمباراه. في كذا سيناريو، او بالاخص في سيناريوهين بكره للتشكيله مدام لميس. عصام الحضري لا غبار عليه في حراسه المرمى، اثنين قلبي دفاع من نجوم البطوله، واحد منهم مرشح لافضل لاعب في البطوله وهو علي جبر، وجنبيه احمد حجازي. ناحيه اليسار خلاص احمد فتحي اتسجلت باسمه، والناحيه اليمنى احمد المحمدي، واللي كان بيعاني من بعض الارهاق بعد مباراه بوركينا فاسو، ولكن جلسات طبعا التاهيل اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا هو العضله استريحت ورجعت لحالتها الطبيعيه مره اخرى. طارق حامد طبعا مسمار من اهم المسامير المهمه جدا لمنتخب مصر، وجنبيه باذن الله ان شاء الله من غير مقاطعه عوده محمد النني باذن الله بكره جنب طارق حامد. اللعب او التشكيل اللي ممكن يحصل هيحصل في الخط التالي: عبد الله السعيد، تريزيجيه، محمد صلاح، او عبد الله السعيد، تريزيجيه، رمضان صبحي، ويلعب بمهاجم بمحمد صلاح. ده سيناريو اول. او سيناريو اخر: محمد صلاح، عبد الله السعيد، تريزيجيه، ويلعب بوردة. في بعض المواقع وبعض الصحف تكهنت ان ممكن يلعب عمر جابر، عمر جابر هو بيلعب او مركزه الرئيسي ظهير ايمن، يلعب تحت مع تريزيجيه ومع عبد الله السعيد ويلعب بمحمد صلاح، ولكن ده خيار مستبعد بعض الشيء. والاوقع هو رمضان صبحي، عبد الله السعيد، تريزيجيه، ويلعب بمهاجم وحيد محمد صلاح. ده اللي هو ان احنا متوقعينه بكره، ولكن مستر هيكتور كوبر دايما ليه التاتش الاخير او اللمسات الاخيره بنعرفها قبل المباراه بساعتين ثلاثه. عايز اقول لحضرتك كمان ابرز التصريحات اللي حصلت في المؤتمر الصحفي لكلا المدربين النهارده. مستر هيكتور كوبر شكر في منتخب الكاميرون، وقال ان منتخب الكاميرون يستحق ان هو يصل للنهائي، وقال ان مباراه بكره مباراه صعبه من الناحيه الفنيه والبدنيه والتكتيكيه لتشابه كلا المنتخبين في كافه الظروف، في اسلوب اللعب، حتى اللعيبه. منتخب الكاميرون 15 لاعب اول مره يلعب بطوله افريقيا، منتخب مصر عندنا 19 لاعب اول مره يلعب، فبالتالي كلا الكفتين متشابهتين لحد كبير جدا. هم بيلتزموا بالخطط والاسلوب اللعب اللي مدربهم، وكمان المدرب او المدير الفني بتاعهم شكر في منتخب مصر وقال منتخب مصر فريق عنيد، فريق بيتميز بالصلابه، بيلعب بكتله واحده او بيلعب باسلوب المجموعه الواحده، وده طبعا هيسبب له مشكله جدا. ولكن كلا المدربين قالوا ان هم درسوا بعض بشكل اكتر من رائع، وهم الاثنين متوقعين بكره المباراه هتبقى مثيره مش فقط داخل المستطيل ولكن ايضا من خارج الملعب. مستر هيكتور كوبر تم توجيه سؤال ان هو دايما كان بيصل للنهائيات، وصل عدد نهائياته تقريبا من حوالي من 8 ل 10 نهائيات مع الانديه المختلفه اللي مرنها سواء في ايطاليا او اليونان، ولكن ما حلفوش الحظ. تم سؤال ان سوء الحظ اللي بيواجهك دايما في النهائي، قال انا ما بعترفش بالخرافات دي، وان شاء الله احقق البطوله مع منتخب مصر باذن الله وكلنا نفرح. على الجانب الاخر، منتخب الكاميرون كسبناهم مرتين قبل كده في الفاينل، وكان اخرهم 2008. ايضا تم توجيه سؤال ان مصر كعبها عالي على منتخب الكاميرون، قال ده كان من الماضي، احنا في الحاضر، انا واثق في لعيبتي، على الرغم ان تم استدعاء قبل البطوله لست سبع لاعبين من الكاميرون محترفين في الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي، واللعيبه دي كانت هتفرق مع منتخب الكاميرون، ولكن هم رفضوا الانضمام لمنتخب الكاميرون، والمدير الفني عقب على الموضوع ده، قال انا بعد البطوله هشوف لو هيتم استدعائهم مره ثانيه للمنتخب في ظل ان هو موجود على راس القياده الفنيه او مش هيتم استبعادهم. دي كانت تصريحات سواء المدير الفني للكاميرون او مستر هيكتور كوبر. عايز اقول لحضرتك ان هم بعد ما خلصوا الميران النهارده رجعوا كل لاعب او الجهاز الطبي، حضرتك عارفه الانظمه الجديده والاستشفاءات الجديده اللي هي حمامات السباحه اللي بتبقى فيها مليانه ثلج علشان بتعمل ريكفري سريع للعضلات، ولو في اي كدمات بتحاول انها تقلل تاثيرها. اللعيبه اول ما رجعت من التمرينه كل واحد حط نفسه في الميه الساقعه وفي التلج، وبعد كده هيتعشوا، وبعد كده هيتجمعوا اخر تجميعه مع بعض، وهيخشوا بعد كده يناموا علشان يصحوا باكرا. الكل ان شاء الله مدام لميس باذن الله متوقع خير، الروح المعنويه مرتفعه جدا، على الرغم برضه عايز اقول لحضرتك ان الكاميرون على الحدود مع الجابون، ففي اعداد غفيره جدا جدا هتيجي تساند منتخب الكاميرون بكره، ولكن احنا كلنا على امل وعلى يقين تام باذن الله في مجموعه اللعيبه. وزي ما حضرتك قلتي في بدايه الحلقه،
سواء ان شاء الله باذن الله حققنا اللقب والكاس والنجمه الثامنه او سواء حققنا المركز الثاني، اللعيبه دي تستحق الشكر على مجهودها. وزي ما قلت حضرتك يعني قبل البطوله ما حدش كان متوقع ان منتخب مصر يصل للادوار النهائيه، وعلى فكره انا كنت من احد الافراد دول، وحصل معايا موقف ان شاء الله لما اجي القاهره باذن الله هحكيه لحضرتك، ولكن هم رفعوا لنا سقف الطموحات وان شاء الله نكمل ونرجع بالكاس كلنا منصورين باذن الله. وعايز ازود بقى او ممكن نرفع شعار تم تداوله خلال الساعات الاخيره، منتخب الكاميرون مش بالعضلات او الكوره مش بالعضلات، الكوره فن ومهارات. برافو يا فايز، فعلا الكوره مش عضلات، الكوره فن ومهارات، ده منتخب الصمود والتصدي. بشكرك يا فايز، وبكره ان شاء الله هتكون معانا من اول الماتش، وان شاء الله نبارك لك في نهايه الماتش باذن الله، وانا رايي ان انت وشك حلو على المنتخب. بشكرك زميلنا فايز ثروت من الجابون، ومجهود كبير الحقيقه. نذهب الى الكابتن حازم الهواري عضو اتحاد الكره ورئيس بعثه المنتخب. كابتن الكابتن حازم يعني بحييك، عامل مجهود كبير. طيب هرجع لنا تاني كابتن حازم، خلونا نشوف توقعات الناس لماتش بكره. وعايز اقول لكم بقى ان انا جات لي طول النهار بتجيلي توقعات، اخرهم توقع من الـ يعني نيفين ابو شاله، وهي يعني خبيره في الابراج، وقلت لها نيفين ها ايه الاخبار يعني ايه توقعاتك، قالت لك بالارقام كده ان شاء الله مصر تكسب 2-0. والحقيقه كل توقعاتها قبل كده مشيت صح طبعا، لكن ربنا هو اللي يعني بيقدر هذه الامور، ولكن دي كانت توقعات نيفين ابو شاله، ونشوف بقى هنشوف توقعاتها صح ولا لا. ولا ايه يا كابتن حازم، متوقع ايه؟ مساء الخير الاول. مساء الخير يا مدام لميس، اتمنى توقعها يطلع صحيح. يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. البدله بقى، انت جايب البدله ولا مش جايب البدله؟ لا طبعا لا، من اول البطوله وانا بلبسها. طيب خليك لابسها يا كابتن لو سمحت. انا بنام بيها كمان بس. لا ان شاء الله خير. اولا طمني، هل في جمهور جاي على طائرات مصر للطيران؟ هل يعني قول لنا القصه دي. احنا الاخبار اللي جات لنا ان في 4 طيارات جايين بكره ان شاء الله، مصر للطيران وشركات سياحه، وفي عاملين 4 طيارات، وده عدد كويس جدا. يعني لو فعلا 4 طيارات جايين يعني بنتكلم في 800 صعيد واحد، ده عدد كويس جدا جدا. يعني طبعا برضو يعني السفريه مش قريبه 6 ساعات، وبرضو التكلفه عاليه شويه. فانا طبعا بشكر الناس كلها اللي جايه بكره ان شاء الله، ودول هتكون ان شاء الله دعم باذن الله ان شاء الله. يعني الحاله النفسيه للعيبه قلقانين، الكاميرون عماله تطلع لنا صور عضلات وحاجات كده، فالناس ممكن تكون اتفزعت وقال لك الدعاء الدعاء علشان عشان نقدر نقف قدام الابراج. الحاله النفسيه للناس للعيبه. بصي اللعيبه عندنا يعني احنا فاصلين تماما عن قصص العضلات ومش العضلات والحاجات دي، وبالعكس انا بتبص لما بيعملوا كده عشان دي تبقى يعني فيها سنه غرور، فالواحد بيبص ان هم يعني ايه بيستعرضوا عضلاتهم زي ما بيقولوا. لكن اللعيبه عندنا روحهم المعنويه عاليه جدا، يعني حاسين قد ايه المسؤوليه على عاتقهم ان هم وصلوا فاينل افريقيا، عارفين ان مصر كلها مستنياهم، فكل الحاجات دي مديهم دفعه قويه جدا جدا. ان شاء الله خير بكره باذن الله، وحاسين ان شاء الله مقاتلين في الملعب ان شاء الله، مش لاعبين يعني ان شاء الله باذن الله. هل الغيابات يعني احنا عندنا اصابات، عندنا كهرباء واخد انذارين، يعني في اصابات كتير، الارض ما كانتش عظيمه يعني، فده متخيل انه ياثر على اداء الفريق؟ طبعا الحمد لله النني رجع، ودي برضه ده خبر كويس بالنسبه لنا ان النني رجع وان شاء الله يلعب طبعا بكرة. لان النني الاصابه بتاعته يعني على بالورقه والقلم يقعد 10 ايام بالورقه والقلم كل بالاعراض الطبيه، لكن الولد انت حضرتك ما تشوفوش كان بيعمل مجهود خارق في العلاج، يقوم الصبح الساعه 5 الصبح ينزل بيسين عشان يعمل حاجات تمرينات مائيه في الميه، يخلص يطلع يعمل جلسه، كل شويه يطلع الدكتور يقول لي اعمل لي جلسه ثانيه، الولد موت نفسه عشان طبعا يرجع. والحمد لله ربنا يعني استجاب لاخلاصه ده، والحمد لله بقى جاهز واتمرن امبارح مرة النهارده، ومن هو ابرز الناس اللي رجعوا. بقيت عبد الشافي جهز 70% يعني هيكون معاه خط بس لو احتجنا له اعتقد، و كوكا بس هو ما اعتقدش هيلحق يعني احمد حسن كوكا. ما تعتقدش انه هيلحق؟ لان احنا سمعنا اخبار متضاربه، خبر ان هو مش هيقدر وخبر ان هو هيقدر، لكن هو شارك في التمرين مش كده؟
هو لا هو يعني شارك في، بس يعني انا يعني اللي شايفه قدامي ان هو مش جاهز 100%. يعني انا ده وجهه نظري، وسالت الدكتور قال لي فعلا هو مش جاهز 100%، لكن هو موجود برضه، يعني ما فيش حد مش هيبقى غايب. لكن انا بقول لحضرتك الناس اللي جاهزه 100% هو النني الحمد لله، في المصابين يعني كده المصابين. كوبر هيحضر الماتش ولا هيروح السينما عشان هو بيخاف من قصه الفاينل دي؟ لا لا يعني في كلها طبعا دعابات طبعا هيحضر طبعا. الراجل يعني بالعكس هو بيقول لك انا مع مصر، يعني الحمد لله عامل حاجات كويسه جدا، وهو بيامل ان شاء الله ان هو يكسر القصه دي بحيث ان هو في النهائيات يعني ما يفوز. لكن عايز اقول لك برضه النهائيات اللي فزت فيها دي كان بيلعب مع فرق قويه جدا، اقوى طبعًا من فرق هو كان بيدربها. احنا ما كناش اساسا متخيلين يا كابتن ان احنا هنوصل نعدي لدور الثمانيه، يعني ده ما كانش في الـ في الـ في, الـ في الاحلام يعني. احنا حضرتك زي ما حضرتك قلت يا مدام، احنا كان اخرنا نعدي الدور الاولاني ونوصل دور الثمانيه، ده بالظبط ده كان الطموح بتاعنا. احنا طبعا بفضل المقاتلين بتوعنا وبفضل الجهاز الفني وفكره والروح العاليه اللي موجوده عند لعيبتنا، الحمد لله وصلنا للنهائي. يعني واعتقد ان الشارع المصري كله راضي عما وصل ده حقيقي ده حقيقي. لا لكن طبعا احنا كلنا عندنا طموح ومشروع، وطموح خلاص يعني بكره في قصه 24 ساعه وفي طموح، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونسعد الشعب المصري كله باذن الله. باذن الله. بشكرك كابتن حازم الهواري، بتمنى لك كل توفيق وبشكرك على مجهودك. وزي ما بقول مره تانية، سواء رجعنا بالكاس بكره سواء خدنا مركز تاني، احنا حققنا اللي احنا عايزينه. رجع المنتخب المصري رقم صعب جدا في الدورات الافريقيه، رجع المنتخب المصري مهم يتخاف منه، رجع المنتخب المصري على قائمة أهم المنتخبات، رجع المنتخب المصري ولاعيبته، ولو تعرفوا اتكتب على الحضري إيه في كل وسائل الإعلام الدولية. الحضري اللي بيسموه هذا الحارس العجوز الأسطوري في كل التقارير الدولية، في فرانس فان كاتر، في سي ان ان، في البي بي سي، في كل الوكالات الأنباء كتبت عن الحضري كلام، يعني قد إيه إن هو قدر إن هو يقف ويصد كرات لا يمكن إنها تتصد. واتكلموا على غطرسة الجون بتاع بوركينا فاسو اللي عنده 20 سنة، اللي ضرب أو اللي شاط الكرة اللي صدها الحضري، وكانوا بيتكلموا على المواجهة بين اتنين جول كيبرز أو اتنين من حراس المرمى، واحد عنده 20 سنة واحد عنده 44 سنة، وازاي انه قدر ان هو يصد كورته، وبالتالي بعد كده قدر ان هو كمان يصد كورة تانية. يعني قد ايه اتكتب على الحضري، يعني انا بستعرض لكم كل الصحف الأجنبية اللي كتبت عن هذا البطل، بطلنا الحضري، وهو يعني بطل مصر السد العالي. خلونا نشوف ماذا قال المصريون عن بكرة، ونتمنى انه تنبؤات بقى نيفين ابو شالة تكون صح، وان دعواتنا كل الناس بتقول يا رب. ان شاء الله باذن الله نكسب، وان شاء الله محمد صلاح يكون معاه مفتاح الفوز ان شاء الله، يفرع 90 مليون باذن الله. مباراه الكاميرون هتبقى صعبه، وصعبه جدا قوي للغايه، اصعب من مباراه المغرب وغانا، بس ان شاء الله الامل في ربنا كبير وفي لعيبتنا، ولعيبتنا رجاله ان شاء الله، وان شاء الله نكسب 2-0. محمد صلاح وعبد الله السعيد ان شاء الله يكون اللقب الثامن، فان شاء الله احنا طالما معانا السد العالي الحضري ان شاء الله هنتوقع المنتخب مصر هيكسب باذن الله. ان شاء الله هدفين ان شاء الله محمد صلاح ورمضان صبحي باذن الله. ان شاء الله هنكسب 2-1، محمد صلاح ورمضان صبحي. كهربا مش هيلعب، فهيبقى الاعتماد ما بين محمد صلاح وعبد الله السعيد. مصر هتكسب 2-0، وعبد الله السعيد جون ومحمد صلاح جون. اكيد مصر هي اللي هتكسب، ومحمد صلاح هو اللي هيجيب الجون، وتبقى ان شاء الله 1-0، تبقى فرحه كبيره باذن الله. طموحاتي كلها ببنيها على محمد صلاح يجيب جون يفرح مصر كلها. ان شاء الله 2-0 لمصر باذن الله، محمد صلاح وعبد الله السعيد. ربنا يسهل، ودعواتنا ان شاء الله للمنتخب يكسب، واتوقع ان شاء الله مصر 1-0. التاريخ بيقول ان احنا يعني متفقين على الكاميرون كتير، اتوقع فوز مصر 1-0،
والاجوان رمضان صبحي الجون يعني رمضان صبحي او محمد صلاح باذن الله هنكسب وعبد الله السعيد هو اللي هيجيب الجون الاول باذن الله هنكسب 2-0 ان شاء الله محمد صلاح ربنا ييسر ورمضان صبحي ان شاء الله ان شاء الله مصر هيكسب بكره كل الناس بتقول يا رب بكرة هنكون معاكم من 9 مساء وقت إذاعة الماتش وهنكون موجودين يعني وإن شاء الله نتابع يعني معاكم كل تفاصيل ما يحدث في كل مكان وطبعا ما يحدث أيضا في الجابون قريبا جدا هنبدأ هنا في هنا العاصمة تجربة جديدة يمكن بعضكم ابتدى يسمع عنها من البروموهات والسوشيال ميديا وهي مسابقة هنا الشباب وهي مسابقة لرواد الأعمال دي مسابقة بتعملها سي بي سي مع إيجي بانك وقررنا ان احنا نخصصها للشباب من سن 18 لسن 35 سنة للناس للشباب اللي لسه بيبدأوا مشروعاتهم في مجالات التكنولوجيا والبيئة والطاقة والصحة والخدمات والتعليم والحقيقة برغم ان احنا اعلنا بس من يومين الا اني شخصيا فوجئت بعدد المتقدمين وان في مشروعات كتيرة جدا ابتدت تتقدم لهذه المسابقة برغم ان انا بقول انه سن 18 ده يمكن كان سن صغير كنت عمالة اتناقش مع الشباب يعني لكن الحقيقة انه انا بقول ان احنا وقعدت اقول لهم يا جماعة احنا مش في امريكا 18 ايه لكن فوجئت الحقيقة ان الشباب من 18 و19 سنة وفي بداية العشرينات متقدمين بافكار مشروعات وبمشروعات كتيرة جدا وأفكار كويسة الحقيقة أن أنا اكتشفت أن في عالم تاني اسمه عالم الستارتابس أو عالم ريادة الأعمال عالم مليان بالأحلام بالأفكار الجديدة بالاختراعات والابتكارات وقررنا إحنا وإيجي بانك أننا نفتح قدامهم الباب وأنهم يعرضوا مشروعاتهم هنا في هنا العاصمة في أهم توقيت على الشاشة في سي بي سي قدام لجنة من أهم الخبراء في المكان ده والبنك رصد جوائز بقيمة 300,000 جنيه للثلاث مشروعات اللي هتفوز في المسابقة وقروض أيضا بإجمالي 1,000,000 جنيه بدون فايدة لأول سنة طبقا لشروط وأحكام البنك كمان شركائنا في الفقرة هم من أهم المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في مصر معانا إنديفر مصر واحدة من أكبر المؤسسات الدولية اللي بتدعم وتتبنى رواد الأعمال وبتمدهم بالتدريب والتخطيط المطلوب عشان تسرع نموهم ومعانا كمان 138 Pyramids واحدة من أهم الشركات اللي بتستثمر في المشروعات الصغيرة ومن أهم شركائنا أيضا رايز أب وهي مجموعة من الشباب المبهرين جدا اللي بيشتغلوا بيعملوا قمة الحياة سنوية في مصر بتجمع الآلاف من رواد الأعمال المصريين مع المدربين والمستثمرين وبيقودوا أنشطة بتدعم الاقتصاد وريادة الأعمال شركائنا كمان اللي أنا قلت لكم عليهم هيقدموا للمشروعات اللي هتفوز في المسابقة مسابقة هنا الشباب فرص تدريب مع أهم المدربين في مجالات في الشراكة المختلفة اللي هتناسبهم وهيساعدوا المشروعات اللي هتفوز إنها توصل للمستثمرين اللي ممكن يمولوهم ويمولوا مشروعاتهم نتكلم بقى على لجنة التحكيم معانا لجنة التحكيم رائعة معانا وائل الفخراني المدير الإقليمي السابق لجوجل والعضو المنتدب لكريم مصر معانا دكتور خالد إسماعيل رئيس مجلس إدارة كي أنجل اللي بتستثمر في المشروعات الصغيرة خالد عنده أكتر من 20 براءة اختراع وهيكون من أشرس الحكام هنخلي بالنا كلنا من خالد وأكثرهم صعوبة في الإقناع خالد كده يبقى زي سايمون يعني اللي هو الشرير يعني ولكن أنا متأكدة أن الشباب هيستفيدوا جدا من خبرته في ريادة الأعمال وكمان هيكون معانا نيفين الطهري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دلتا إنسباير وعدد من الشركات اللي بتستثمر في المشروعات نيفين واحدة من أهم السيدات في مجال الأسواق والأسواق المال والأعمال اختارتها غرفة التجارة الأمريكية كأفضل سيدة أعمال عربية وعدة مجلات دولية الحقيقة اختارتها ضمن أكثر السيدات تأثيرا في الوطن العربي لجنة مخيفة فيها شخصيات مهمة لكن بالتأكيد أي شاب صاحب مشروع يتمنى يقف قدام هذه اللجنة ويسمع نصايحهم ويعرف تقييمهم لمشروعاته نقول لكم بقى ايه شروط المسابقة شروط المسابقة السن ما يزيدش عن 35 سنة احنا قلنا من 18 ل 35 الجنسية مصري المشروع يكون في مصر يكون عندك
اما سجل تجاري او على الاقل منتج تجريبي او مشروع تجريبي، وعمر مشروعك ما يكونش زاد عن 3 سنين عشان تقدر تقدم فيها هذه المسابقه. ادخل على موقع سي بي سي واشترك في المسابقه، ولو عندك اي استفسار راسلني على السايت الموجود على الشاشه، واتمنى ان احنا كل التوفيق للشباب. هنا الشباب يعني فقره ليكم، هتكون فقره اسبوعيه، هنعلن لكم عن موعد تبتدي امتى. اتمنى كل الناس اللي عندها افكار لكن عندها مشروع، مش مجرد فكره، لازم يكون عندك مشروع ابتدى بالفعل، بروتوتايب ابتدى بالفعل، ده هيكون مجاله عندنا في هنا الشباب. وهنتظركم بقى ان شاء الله في هذه الفقره المختلفه جدا اللي بنقدمها في سي بي سي وايجي بنك. خلونا بقى نذهب إلى أخبار أخرى، والخبر الاقتصادي المهم أن مصر بتتجه لطرح شهادات إيداع دولية لبنك القاهرة في بورصة لندن. عملية طرح بنك، احنا عارفين ان هيبقى فيه خصخصة، او بلاش اقول خصخصة، رفع راس مال لبنك القاهرة، وانه هيبقى فيه بيع لجزء من هذه الاسهم. هذه العملية الطرح ده هيكون عن في مرحلتين. المرحلة الاولى هي زيادة راس مال البنك عبر طرح شهادات ايداع دولية جي دي ارز في بورصة لندن. قبلها طبعا هيكون في طلب لقيد للقيد قيد البنك في بورصة لندن خلال الفترة المقبلة، هنتكلم في حوالي شهر أو شهر ونصف تقريبا. المرحلة الثانية هيتم طرح حصة من البنك في البورصة المصرية، بيعمل على تحديدها مستشاري الطرح اللي هم إرماس وإتش أس بي سي. إحنا الهدف طبعا من طرح الجي دي آرز أو الشهادات الإيداع الدولية هو توفير سيولة نقدية دولارية بالعملة الصعبة، واختبار نظرة الثقة الدولية للسوق المصري وتجاه الشركات المصرية بعد نجاح السندات الدولارية. السندات الدولارية زي ما احنا عارفين حصل لها اوفر سبسكريبشن لثلاث مرات، اتغطت ثلاث مرات. طبعا في ناس قالوا انها اتغطت لثلاث مرات لانه نسبة الانترست ريت او معدل الفايدة كان عالي، ده صحيح، لكن في النهاية المستثمر له معدل الفايدة. صحيح انها بتبقى نظرة ثقة وشهادة ثقة، لكن في النهاية هو يا جماعة له معدل الفايدة. هو مستثمر بيبص على البونز ازاي، بيقولك والله مصر فيها كذا، الدولة دي فيها كذا، الدولة دي فيها كذا، انا احط فلوسي في المكان اللي انا شايف فيه انه فلوسي هتجيب عائد بسرعة وايضا بنسبة عالية. لكن الحقيقة ان الـ30 سنة كان عليها نسبة اقبال عالية جدا. نرجع للأحداث مرة تانية، الطرق قاتلة في مصر، ومهما اتكلمنا ومهما صرخنا كل يوم عندنا حادثة جديدة في نويبع وعلى طريق البحر الأحمر. عندنا حادث رهيب في جنوب سيناء، حادث رهيب ل جامعة اسكندرية، 10 وفيات وإصابة 37 من طلبة جامعة اسكندرية كانوا في رحلة، والقوات المسلحة أرسلت طائرة عسكرية لنقل المتوفين والمصابين في حادث بشع. ده نفس الطرق، نفس الطريق اللي بيموت عليه ناس كتيرة جدا. هذه الطرق لا فيها إسعاف ولا فيها ولازم نشوف الطرق دي، يعني مش ممكن كل شوية هيبقى عندنا حادثة وهنفضل نعيط ونفضل نصرخ وفي النهاية أرواحنا وأرواح ولادنا على الطريق. الحداد أعلن بجامعة اسكندرية لمدة 3 أيام على الضحايا، والحقيقة أنه يعني شيء مزعج جدا. طيب مين معانا يا جماعة؟ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اسكندرية. دكتور مساء الخير. البقاء لله، لو تقولي بالظبط الحادث ده ايه، يعني كانت رحلة من الجامعة ولا ايه بالظبط؟ لا والله هي الرحلة الطلبة للأسف منظمينها، واحنا منبهين على الطلبة ان محدش ينظم حاجة بعيدة عن الجامعة، لان اي تنظيم رحلات من خلال الجامعة لازم فيه مصرفين بيطلعوا معاهم. الطلبة ساعات بينظموا من نفسهم كده من غير ما الجامعة تعرف. هم كانوا اتوبيسين طلبة كلية الصيدلة سنة رابعة وسنة تالتة، للأسف الحادث حصل للطلبة بتوع سنة تالتة. احنا حاليا في برج العرب في انتظار وصول
طائره القوات المسلحه عليها 33 حاله واربع جسامين، ومجهزين المستشفى التعليمي في سموحه باطقم الطبيه كلها في استقبال الطلبه اللي راجعين ان شاء الله. هل يعني هل عندنا تفاصيل عن الحادث؟ الطريق اللي كان فيه مشكله، كانوا راكبين اتوبيس شكله ايه؟ عندنا تفاصيل حول هذا الامر؟ والله احنا ما عندناش تفاصيل قوي، احنا كل اللي نعرفه لغايه دلوقتي المعلومات، طبعا النيابه بعد ما تخلص المعايير هتقول لنا الحادثه ايه بالظبط، انما المعلومات من الطلبه ان ما فيش فرامل في الاتوبيس، الاتوبيس كان نازل في منزل جامد، ما فيش فرامل، فبالتالي الاتوبيس نزل بسرعته كامله وللاسف حصل الحادث. والاتوبيسات دي الطلبه هم اللي مأجرينها، يعني ملهاش علاقه بالجامعه؟ لا ملهاش علاقه بالجامعه خالص، الطلبه للاسف هم اللي مأجرينها مع نفسهم. هل المستشفيات جاهزه يا دكتور لاستقبال الحالات الاصابات؟ يا فندم المستشفيات جاهزه والاطقم جاهزه كلها في مستشفى سموحه، وفي مجموعه كبيره وفي 20 عربيه اسعاف في انتظار في برج العرب حاليا، والطائره اتحركت حاليا من مطار شرم الشيخ في طريقها لبرج العرب. هل في حالات لسه في نويبع لم يتم نقلها؟ حالات حرجه مثلا؟ لا، في ثلاث حالات عنايه مركزه في مستشفى شرم الشيخ، وفي فريق عنايه طبي بكره ان شاء الله طالع بالليل يعاون الفريق اللي موجود هناك، بس هي الحالات الثلاثه موجوده هناك دلوقتي وفقا للفريق الطبي الموجود في شرم الشيخ لا يمكن نقلها. اشكرك دكتور عصام الكردي رئيس جامعه الاسكندريه. معايا الاستاذ خالد عبد العزيز عبد الجليل، خال الطالبه دينا محسن احدى المصابات. استاذ خالد مساء الخير، طمنا على دينا. والله يا دنيا محسن عباس. دنيا اتفضل. ايوه والله الحمد لله، يا اللي اصابات فيه اصابات في كسر في الكتف وكسر في الرجل وكربات جامده جدا في الجسم كله، والحمد لله ان هي جت على قد كده يعني، وربنا يرحم زمايلها كلهم ويشفي زمايلها اللي اصيبوا كلهم يا رب. ايه معلوماتك عن الحادثه؟ حصلت ازاي؟ ايه معلوماتك عن الحادثه؟ دينا دنيا قالت لكم ايه؟ والله هي دنيا ما كانتش واعيه وانا معاها في المستشفى، لكن في زمايلها هناك كانوا فايقين وحكوا لي بالظبط تفاصيل اللي حصل يعني. ايه بقى اللي حصل؟ والله هي على روايتهم ان قبل الحادثه ما تحصل بنص ساعه حصل عطل في الاتوبيس، سواء الاتوبيس نزل هو والطلبه اللي معاه حاولوا يعالجوا المشكله ديت، بعد كده الاتوبيس اتحرك بيهم. حضرتك عارفه الطريق دوت على طول مطالع ومنازل بتبقى جامده جدا ودورانات بتبقى جامده جدا، فعلى النزله بتاعت نازله من المنازل ديت واضح ان هو حاول يمسك فرامل والفرامل ما مسكتش، لان هو قال لهم وهو الاتوبيس نازل ابتدى الاتوبيس طبعا ينزل بسرعه جدا، وفي ملف في اخر النازله ديت مع سرعه الاتوبيس وان هو بيحاول يلف، هو بيقول لهم الاتوبيس مشوق ما فيهوش فرامل اتشاهدوا. يا نهار ابيض. والاتوبيس اتقلب بيهم. قبل النازله دي على طول كان بيكلم حد من الشركه تقريبا وبيشتمه ان هو ازاي يديله اتوبيس بالشكل ده. يعني هل دي شركه ايه دي يا استاذ خالد؟ والله انا ما اعرفش، بس هو دوت هو شركه خاصه، مش شركه مشهوره او كلام من ده، لكن هي شركه خاصه. لكن حتى من شكل الاتوبيس انا من الصور اللي انا شفتها من المفترض ان اتوبيسات زي ديت هتمشي على طرق زي ديت تبقى اتوبيسات جديده، تبقى اتوبيسات فيها صيانه دوريه عليها، لان النازله زي النزلات ديت بتبقى محتاجه فرامل كويسه جدا للاتوبيس، لكن للاسف الشديد ده كله مش موجود، وراح ضحيته ناس كل ذنبهم ان هم رايحين يتفسحوا عايزين يغيروا دم يغيروا جو ودمهم راح يعني. ربنا يكون في عون اهل المتوفين كلهم وربنا يشفي جميع المصابين، لكن المفروض شركه بالشكل دوت طبعا ما يتسكتش عليها. الشركه دي لازم تتقفل، احنا عايزين نعرف ايه هي الشركه دي، اسمها ايه؟ ارجو ان حضرتك تساعدنا ان احنا نعرف اسم الشركه دي ايه، نجيب اسم الشركه دي. الشركه دي لازم تتقفل. ده اقل حاجه، والمسؤولين عنها يقدموا للمحاكمات. دي قصه ما ينفعش كده.
ده المفروض والله يا مدام لميس، لان كده دم الناس ديت بيروح هدر. وانتوا كاهالي لازم تتابعوا ده في تقاضي، لانه أكيد يا فندم. ده في ناس ماتت، ده في طلبه ماتوا. اكيد يا فندم، سواء دم الناس اللي ماتت او الاصابات اللي موجوده، ده احنا كاهالي احنا مش هنسكت عليها. يعني انا لك ان تتخيلي امبارح وانا في المستشفى، واحده ست دخلت مستشفى شرم الشيخ بتسال على ثلاث ولاد ليها، الثلاثه ماتوا. يا اله الا الله. في مستشفى نويبع، يعني قالوا لها لا، الثلاث حالات دول توفوا في مستشفى نويبع. لا اله. فتخيلي حضرتك لما ام ثلاث ولاد ليها يروحوا مره واحده، ده في شارع مين؟ الولاد كانوا هم اللي موضبين الرحله دي يا استاذ خالد؟ كانوا هم، كانت الرحله ديت كانت، بس ده برضو مش يعني مش مبرر انه الشركه تديهم عربيه بايظه. انا هقول لحضرتك على حاجه مدام لميس، يعني احنا انا لما كنت في جامعه، ما احنا كنا بنطلع رحلات، كلنا كنا بنطلع رحلات كلنا. فلكن ان شركه توصل بها درجه الدناءه ان هي تدي الطلبه وفي طريق زي دوت اتوبيس لا يصلح للاستهلاك، ده الموضوع المفروض ما يتفكتش عليه. لا احنا يعني ارجو ان حضرتك تساعدنا وكل الاهالي يساعدونا ان احنا نعرف اسم الشركه دي، وانه الشركه دي تتقفل، وانه يتم مقاضاه الناس دي. الناس دي لازم تتحاسب. كيف تعبنا من عدم الحساب؟ دي ارواح ناس ماتت. يا ريت، لان حرام طلبه لسه 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 ما شافوش دنيا وفيهم اطفال توفوا، ما ينفعش يبقى الدم يروح هدر بالشكل ده. يعني ربنا يقومها بالسلامه دنيا باذن الله. وبشكرك استاذ خالد عبد الجليل، خال دنيا محسن، ويعني مراسلنا في شرم الشيخ بيقول انه الان الطياره، يعني القيادات، كل قيادات شرم الشيخ، قيادات الامنيه وقيادات القوات المسلحه وجنوب سيناء وايضا المحافظ موجودين في مطار شرم الشيخ يعني عشان توديع الطياره اللي فيها المصابين وفيها أيضا جثامين الوفيات. الحقيقة شيء رهيب. المرة دي يعني لازم نتكلم على الشركة، شركات السياحة اللي بدون رقابة، وأظن أن احنا محتاجين حد من غرفة السياحة نتكلم على هذا الموضوع ونعرف بالضبط مين الشركة اللي أجرت الأتوبيس للشباب. طيب الحساب كمان، لو بنتكلم بقى على المحاسبة والحساب، لازم نتكلم على محاسبة الناس، يعني المسؤولين أو الشركة المسؤولة عن إن المية اللي اتقطعت في منطقة الجيزة، في 22 منطقة في الجيزة، يوم كان المفروض تتقطع يوم 10 الساعة 10 الصبح يوم الأربع وترجع 10 الصبح يوم الخميس، رجعت يوم الجمعة وساعات الجمعة بالليل. يعني في بعض المناطق رجعت لها المية الجمعة الصبح، وبعض المناطق رجعت لها المية بالليل، لدرجة ان ده بقى يعني النكتة اللي كل الناس بيقولك ايه، يعني افتح الهويس يا فؤادة. احنا ابتدينا كلنا نهزر ورجعنا لعربيات المية بقى في الشوارع وكوميديا بقى على السوشيال ميديا وضحك وتريقة على المية اللي فضلت مقطوعة، وكأننا في العهود الجاهلية. المية فضلت مقطوعة يومين كاملين، 48 ساعة عن 22 منطقة. أنا مش بتكلم هنا بقى عن يعني عن مناطق بعيدة عن العاصمة، أنا بتكلم في قلب العاصمة، في قلب القاهرة، في الجيزة، يعني في قلب القاهرة الكبرى. 48 ساعة المية مقطوعة. وبعدين يقول لك طب إيه اللي حصل؟ قال لك أصل الشركة اللي دلوقتي هم بيعملوا حاجه، بيظبطوا المواسير وبيغيروا المسار للمواسير المياه علشان المترو الانفاق. طيب قال لك الشركه اللي جت بقى، ودي غالبا شركه قطاع عام او كده، الشركه اللي جت علشان تعمل المواسير ما عرفتش، بعد ما غيرت المسار كده ما عرفتش ترجع المواسير تاني. معرفش بقى هل المواسير قديمه، هي ما عرفتش. ابتدينا بقى نسمع ان هم بيجيبوا السباكين بتوعهم، لا يشوفوا هيعملوا ايه، لا بعد شويه جينا الهيئه الهندسيه نزلت طبعا عشان تشوف تصلح. المهم يعني كان في حوسه، لدرجه ان الوزير بنفسه، وزير الاسكان، نزل بنفسه يوم الخميس بالليل الساعه مثلا 3 الصبح، هو والمحافظ يشوفوا ايه الموضوع.
ووزير النقل ايضا كله نزل بقى يشوفك ايه الموضوع، كان الوزراء هم هيصلحوا بايديهم يعني. بيقول لك لموا سباكين بلاق ولموا، يعني الحقيقه ان الموضوع كوميدي لكن كوميدي سوداوي، ان احنا في مصر حتى لو حدث خطا هنحاسب مين؟ هنحاسب الحكومه ولا هنحاسب الشركه ولا هنحاسب مين؟ يعني مين اللي هيدفع ثمن ان المستشفيات ما كانش وصل لها ميه؟ مين اللي هيدفع ثمن ان مراكز الكلى ما كانش وصل لها ميه؟ مين اللي هيدفع ثمن؟ يعني انا بسال لانه موضوع الحساب ده بقينا بننساه تماما. هنحاسب مين؟ ما اعرفش الحقيقه هنحاسب مين. طيب معايا على الهاتف، طيب مش معانا الاستاذ محي الصرفي، خلينا نخرج فاصل وناخد تقرير نتكلم على أفضل 50 سيدة أعمال في 2016. لكن بعد الفاصل هنتكلم مش بس عن المحاسبة، نتكلم أيضا عن أمريكا اللي بيحصل فيها أحداث شبه اللي عندنا تماما. بيروحوا برضو الإدارية العليا وبيروحوا برضو القضاء بيقولك يعني نتمسك بالدستور. يعني أنا حاسة أن احنا بنشوف مسلسل تيران وسنافير بيتم تكراره. فمحدش بقى يجي يقول لنا من الغرب او من الجمعيات بقى حقوق الانسان او اي جمعيات انتوا بقى بتغيروا رايكم، لانه ترامب اصدر قرار المحكمه ابطلت القرار. النهارده الخارجيه الامريكيه قالت ان اي حد من الدول السبعه معاه فيزا ساريه هيدخل امريكا. يعني في عك ومظاهرات بقى. انا مفكره اديهم الكتالوج، كتالوج بتاعنا اللي هو ايام مرسي ده، عندنا كتالوج ممكن نديهم الكتالوج ونسهل عليهم المهمه، بدل ما هم يا عيني حرام محتاسين ولسه ابتدوا بقى في موضوع النشطاء وموضوع الحقوقيين والكلام ده، احنا عندنا ده جاهز ممكن حتى نصدره لهم. هذه امريكا ارض الاحلام. نشوف التقرير ونرجع نطلع فاصل ونرجع. الافضل قمة سنوية لتكريم أفضل 100 شركة أداء في السوق المصرية وأبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال، حيث أقيمت هذا العام بمشاركة ما يزيد عن 600 من قيادات كبرى مؤسسات القطاع الخاص وعدد من الوزراء. كل سنة بنتطور في مستويات القياس وفي الأدوات اللي بنستخدمها. بالنسبة للشركات لازم تبقى مدرجة في البورصة أولا، لأن ده أول معيار للحوكمة والشفافية. السنة دي في الستات بعد ما خطبنا كل المؤسسات بعتولنا 500 سيدة وطلعنا 50 سيدة الجداد. الشركات دي سواء شركات أو مؤسسات مالية موجودة في البورصة، دي اللي شالت البلد في الوقت اللي كان فيه مشاكل عديدة. نمو، لما تيجي تبص على ارباحهم نمت، ده جزء من التقييم ازاي الشركات دي بتختار. فدي حاجه كلنا نكون سعداء بيها، وكنا انا اول واحد سعيد ان انا اكرمهم بيها. بصفه شخصيه الحقيقه سعيد جدا بتكريم الاستاذه الدكتوره نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري، اللي اعتقد ان هي فعلا تستحق هذا التكريم. تستهدف القمه منح الدوله المصريه قاعده بيانات قويه تستطيع من خلالها دعم الشراكه المستدامه مع القطاع الخاص، وأيضا تشجيع النجاح العملي للمرأة المصرية وتقدير جهودها في كافة القطاعات. في الإنتاج الحربي واخدين سياسة إن احنا بنتعاون مع الصناعة المصرية أيا كانت، سواء كانت قطاع أعمال، قطاع عام، قطاع خاص، نشوف إيه الإمكانيات اللي عندهم وإيه الإمكانيات اللي عندنا ونتكامل. كل ده يؤدي في الآخر إلى زيادة الإنتاج. إحنا بنشوف دور المرأة وإن صوتها بيبقى مسموع وتأثيرها في الاقتصاد وتأثيرها في جميع المجالات، فدي حاجة مشرفة، وعايزين إن إحنا نكون قدوة للشباب وقدوة للسيدات. دايما استدي حاجة كبيرة قوي إن السيدة تقدر تشتغل وتوصل لحاجات كبيرة مع بيتها وتكرم النهارده في حاجه زي كده. في مجموعه حديث المصريين في الجزء الخدمه المجتمعيه دي ما تعتبرش اول مره، بس ده دايما مع كل تكريم في هذا الاطار بيشجعنا دايما ان احنا نستمر ان شاء الله. قمه الافضل هذا العام هي الثانيه من نوعها، حيث اقيمت في العام الماضي لاول مره برعايه حكوميه لتحقق نجاحا في تحفيز السيدات ومؤسسات الاعمال الناجحه. محمد سلامة هنا العاصمة.